السلام عليكم، حياكم الله. من إدارة المخاطر من الإدارات اللي تعتبر إدارة جديدة في مؤسسة البترول الكويتية. تختص هذه الإدارة في أعمال إدارة المخاطر. نبتدي في موضوع التأمين. تتولى الإدارة هذه أعمال التأمين أو شراء وليصات التأمين للمؤسسة وشركاتها. وطبعا التأمين مهم جدا في عمليات القطاع النفطي. بالنسبة لأعمال التأمين هناك قسمين، قسم يختص في personal line اللي نسميه اللي هو تأمين الأفراد، والقسم الثاني ويختص في التأمين المتعلق في الممتلكات والمتعلق في الأعمال الهندسية للقطاع النفطي. القسم الثاني هو نسميه قسم هندسة المخاطر أو risk engineering، وهذا القسم هو يساعد من الناحية الفنية قسم التأمين والمؤسسة، وهو يختص في عمل زيارات ومسح للشركات في القطاع النفطي لداخل الكويت، ويعملون حصر للمخاطر اللي موجودة هناك، وبالتالي يعملون توصيات ومتابعة لهذه التوصيات. كذلك يتولوا القسم هذا يتولى أعمال اللي هو مرافقة السوق، المهندسين اللي يجون من أسواق التأمين يقومون في زيارات لجميع المناطق اللي موجودة عندنا في الشركات، ويتابعون ويأخذون الملاحظات والتوصيات ويتابعونها مع الشركات. كذلك قسم هندسة المخاطر يعمل مودلينج أو يعمل برامج تمثيلية لمعرفة أماكن الخطر، وبالتالي تكلفة لا سمح الله أي حادث، نحدد الحد الأعلى للتغطية التأمينية عندنا داخل القطاع النفطي. القسم الأخير أو قسم اللي هو نسميه الانتربرايز ريسك مانجمنت، وهو قسم يعنى في متابعة الأخطار لجميع أعمالنا في المؤسسة، سواء كانت الأعمال هذه أعمال تتعلق في الأوبريشن أو تتعلق في يعني المواضيع الأخرى اللي إحنا قاعد نتعرض لها، مثل الريبيتيشن ريسك، الفاينانشال ريسك، ماركت ريسك، بروجكت ريسك. ففي مواضيع كثيرة يستعرضها هذا القسم ويعمل على تجميعها ولإعطاء طبعا صورة للمخاطر اللي موجودة عندنا داخل القطاع النفطي. وكذلك بعد ما نعمل الموضوع هذا نبتدي ندخل في مواضيع التخفيف من هذه المخاطر، وبالتالي نضمن أو يكون في عندنا فرصة أكبر لتحقيق خطط سواء كانت الاستراتيجية أو الخطط القصيرة المدى. الإدارة يعني من بداية إنشائها إلى وقتنا الحاضر يعني أصدرت برامج مختلفة، ومن على رأس البرامج هذه اللي هو الـ ERM 2030 Strategy Initiative، وهذا من البرامج اللي احنا فعلا نفتخر فيها.
غيرنا المفهوم العمل داخل المؤسسة والشركات من مفهوم يعني مبني على القراءات اللي نسميها conventional أو deterministic العادية إلى دراسات أو قراءات مبنية على المخاطر، وأن من كل دراساتنا وكل خططنا اليوم عنصر المخاطر داخل فيها، وبالتالي يعطي الإدارة العليا صورة متكاملة عن الموضوع اللي مطروح عليهم، وبالتالي يكون القرار قرار مبني على المعلومات المتكاملة. فهذا بشكل يعني مبسط عن الإدارة، وإن شاء الله ما نكون طولنا عليكم، ويعطيكم العافية. عبدالله الحسيني، مدير المالية المكتب الرئيسي لمؤسسة البترول الكويتية. تم التحاقي في مؤسسة البترول عام 1992 في إدارة الحسابات. خدمتي في الكي بي سي 24 سنة في إدارة الحسابات. تم الانتقال في أقسام متعددة في إدارة الحسابات التي تعتبر في الوقت الحالي هي الدائرة المالية المكتب الرئيسي. الإدارة تتكون من 5 أقسام، كل قسم يختلف في عمله عن الأقسام الثانية. طبعا قسم الموازنة والتكاليف يقوم بإعداد الموازنة التشغيلية الخاصة في مؤسسة البترول ومتابعة المصروفات بحيث أنها لا تتخطى الموازنة التي تم التحديد لها. أما بالنسبة لقسم الحسابات العامة فهو يقوم بدفع جميع المصاريف بما عدا الخاصة في التسويق العالمي، فعلاقته تكون في متعلقة في جميع الأقسام في جميع الإدارات في مؤسسة البترول. كذلك يقوم بإعداد الميزانية للمكتب الرئيسي. بالنسبة للقسم الرواتب النقد البنوك، وهو يقوم بعمل الدفعات الخاصة بالموظفين إجمالياً. وأما بالنسبة لقسم النقد والبنوك فهو يقوم بمتابعة ومراقبة حسابات البنوك الخاصة في المؤسسة. بالنسبة لقسم المدفوعات وهو عنده شقين، هو قسم التكلفة المبيعات وكذلك البحرية، وهي خاصة بعمليات التسويق التي تقوم بها المؤسسة، وكذلك يقوم على اتفاقية بين المؤسسة وبين شركة البترول الوطنية التي تسمى بالاتفاقية التجارية للتزويد. أما بالنسبة لقسم التحصيلات فهو يقوم بمتابعة حسابات العملاء الخاصة بالتسويق العالمي وعمل الفواتير الخاصة بهم. وهذا يعتبر باختصار عمل الدائرة المالية المكتب الرئيسي. وللقيام بمثل هذه العمليات المالية وعمليات المتداخلة فإن يجب على الإدارة اتباع بعض اللوائح مثل اللائحة المالية واللائحة المالية والإدارية، وكذلك قواعد تنفيذ الميزانية ونظم وضوابط أخرى تتم بناء على اللائحة لائحة السلطات المالية. أريج البحر، Finance Development Manager. إدارة تطوير الإدارة المالية هي أحدث إدارة موجودة في الجهاز المالية، تم استحداثها في سنة 2014، وهي أحد مخرجات تطبيق دراسة 2030 للاستراتيجية المالية. الإدارة من اسمها تطوير، فهي معنية في جميع الأمور اللي خلينا نقول تحسن من الأداء في الجهاز المالية. فإحنا نبحث عن خلينا نقول نواحي الضعف أو الأمور اللي ممكن الواحد يعمل على تطويرها في جهاز المالية، سواء كانت في البروسيجرز الإجراءات اللي يتم تطبيقها، أو في جلب أحدث التقنيات من ناحية التكنولوجية لتسهيل أداء المهام وأدائها بشكل أفضل. هذا بشكل عام الأوبجكتيف مال الإدارة. طبعا الإدارة تتكون من قسمين، القسم الأول هو Financial System and Standard، والقسم الثاني هو Financial Optimization and Support. القسمين هذول يعملون لإنجاز هذه الأعمال بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك عندنا إحنا أمور المتعلقة في ملاحظات ديوان المحاسبة
يتم الرد على ملاحظات الديوان من خلالنا. أيضا نعمل على جميع الأمور المتعلقة في البرفورمانس ميجرز، سواء كانت الكي بي امز او السميب والميك ميجرز او الامور الخاصه بمتابعه تنفيذ الاستراتيجيه وتحديثها بشكل دائم. ايضا الاداره مسؤوله عن الفاينانشال سيستمز اللي هي التكنيكال سيستمز اللي احنا قاعدين نطبقها في المؤسسه في جهاز الماليه. احنا مسؤولين عنها، خلينا نقول مسؤوليه اداريه. أو من بداية ما تينا الفرصة شنو هو النظام المطلوب من قبل الإدارة أو اللي إحنا مثلاً ويركمندت حق الإدارة، ونعمل معهم كلوزلي لتنفيذ المشروع وبالتالي متابعة خلينا نقول تطبيق هذا المشروع وشنو الفائدة اللي انعكست على الأداء بالنهاية حق موظفي الإدارة المالية. هذا بشكل مختصر جداً أعمال الإدارة. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم عبد المحسن العجمي، مدير إدارة الموازنة وتقارير المالية المجمعة. من قبل أن أستعرض مهام الإدارة، أنا حبيت بس يعني أتعرض إلى جزئية مهمة بالنسبة لي، اللي أنا طبعا أحب أشيد في فريق العمل اللي شغال في الإدارة من الأخوة والأخوات اللي عاملين معنا، يعني كلهم لهم نشتغل ما شاء الله كأسرة واحدة وكفريق عمل واحد، خاصة في ظل تحديات كثيرة. وبالتالي أنا صراحة الإدارة كثير من المطلوب منها من المهام، كثير من المعلومات اللي تجي وتروح خلال الفترة اللي فاتت، يعني مطلوبة كمية معلومات كبيرة، وأيضا المخرجات اللي تطلع من الإدارة كبيرة جدا. ونتعامل مع عملاء، سواء عملاء نعتبرهم عملاء داخليين وخارجيين، سواء من الجهات الحكومية، الجهاز التشريعي مجلس الأمة واللجان المختلفة اللي فيه، بالإضافة إلى الشركات التابعة وداخل المؤسسة من قطاعات الإدارة. يعني هي طبعا لما بدأت مؤسسة صار في حاجة، والحاجة أن تكون عندك إدارة للبيانات المالية، إدارة المجمعة وموازنة المجمعة وإدارة المجمعة لتجميع البيانات المالية، وبالتالي تظهر المؤسسة وشركاتها كشركة واحدة تستطيع من خلالها أنك تستعرض شنو مركزها المالي وأيضا الأرباح وخسائرها. تنقسم الإدارة حاليا إلى ثلاث أقسام رئيسية، قسم اللي هو قسم الموازنة والتقارير المالية المجمعة، وأيضا قسم الموازنة والتقارير المالية للشركات التابعة، بالإضافة إلى أن عندنا قسم اللي هو قسم البيانات المالية المجمعة. من مهام الإدارة الأساسية أن احنا نعد طبعا اللي هو أساسا الأسس والتوجيهات اللي تنبني عليها الموازنة، وهذا الإعداد يتم بالتنسيق مع كل قطاعات في المؤسسة والشركات، ومن ثم ترسل إلى الشركات التابعة لإعداد الموازنة على هذا الأسس. الجزء الثاني هو لما نستلم هذه الموازنات نبدأ ندرسها ونحللها ونقدم عنها تقارير بالتنسيق مع الشركات، بعد التنسيق مع الشركات ونقدم عنها لمجلس الإدارة، وبالتالي تعتمد ومن ثم تكمل إلى المجلس الأعلى للبترول، ومن ثم ترسل إلى الحكومة ممثلة في وزارة المالية ويصدر فيها مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة وتعتمد الاعتماد النهائي. مقابل هذه الموازنة هناك تقارير، تقارير سير عمل، تقارير طبعا شهرية، ربع سنوية، سنوية. من خلال هذه التقارير أيضا يكون عندنا معرفة في أن يعني مثل ما تعرفين الموازنة تعتبر هي الخطة قصيرة الأجل مقابل الخطة اللي هي الخمسية اللي تعتبر متوسطة، عشان نترجم استراتيجية المؤسسة وشركاتها التابعة بشكل أكبر. فبالتالي من خلال هذه المراجعة والتقارير نشوف سير العمل خلال هذا، ونقيس الأداء المالي وقياس الأداء بالنسبة للشركات. قياس الأداء بالنسبة للشركات أيضا يتم بالمراجعة معهم، وأيضا يكون هناك تواصل مع الإدارة العليا في هذا الجانب، ترسل تقارير إلى كل الجهات سواء مجلس الإدارة، مجلس الأعلى للبترول، وأيضا حتى معالي الوزير. بالنسبة للمهام الإضافية الأخرى اللي تتم عندنا طبعا بعد الجزئية هذه، إن احنا عندنا طبعا في إعداد البيانات المالية المجمعة النهائية في نهاية السنة المالية، وأيضا عندنا في النصف السنوي، بالإضافة إن هذه يعني تكون تظهر المركز المالي المجمع للمؤسسة وشركاتها التابعة، وتظهر الأرباح والخسائر للمؤسسة وشركاتها التابعة على شكل شركات وعلى شكل أنشطة. هذا بشكل عام طبعا عن الإدارة وعن مهام الإدارة. ريم الجاسم، مدير إدارة الاستثمار والتمويل. أنا كانت بدايتي من تخرجت في مؤسسة البترول الكويتية، تعينت في نفس الإدارة وتدرجت إلى أن وصلت منصب مدير إدارة الاستثمار والتمويل. في دائرة الاستثمار والتمويل أحب أعرفكم على الأقسام اللي هي
في إدارة الاستثمار والتمويل اللي هي 4 أقسام: قسم المحافظ والاستثمارات المالية، قسم الاحتياجات المالية وإدارة المخاطر، قسم الخزينة الكويتية اللي هي الديني جروب، وقسم حسابات الخزينة. المهام الرئيسية لإدارة الاستثمار والتمويل هي تحديد المعايير الاستثمارية لفوائد أموال المؤسسة للمدى المتوسط والحدود الائتمانية الممنوحة للبنوك المحلية والأجنبية، والتقييم الدوري لعلاقة المؤسسة وشركاتها التابعة مع البنوك المحلية، بالإضافة إلى تجميع وإدارة دارة النقد وتحديد المعايير الاستثمارية قصيرة الأجل. تأكد من توفر العملة الأجنبية وإدارة مخاطر الصرف للمؤسسة وشركاتها، وتحليل المخاطر الائتمانية لعملاء قطاع التسويق للمؤسسة. ساهم في الدراسات المتعلقة بالشركات التابعة للمؤسسة من ناحية احتياجات التمويلية وإنشاء وتمويل المشروعات الجديدة. وهذه تعتبر من أهم المهام التي تقوم فيها إدارة الاستثمار والتمويل في المؤسسة، بالإضافة إلى مهام أخرى عديدة. شكراً.